تمكنت قناة الجزيرة من تحديد مصدر التشويش على بثها، والذي ابتدأ في الثاني من الشهر الجاري واستمر متقطعا ولكن متزامنا مع تغطية القناة للشأن الليبي. فبالاعتماد على دراسات دقيقة قامت شركات متخصصة، ثبت للجزيرة أن التشويش مصدره الجنوب الشرقي من العاصمة الليبية طرابلس، وتحديدا من مبنى إداري فني تابع لجهاز مخابرات يرأسه ضابط برتبة عقيد. ويقع المبنى أمام مستشفى صلاح الدين في منطقة تحمل نفس الاسم، وهي جزء من منطقة تدعى الهضبة الخضراء.